السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متابعي قناة المنح الدراسية للطلاب العرب. إن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. الآن معنا الفيديو رقم 2 الخاص بمنحة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الذي سنوضح في هذا الفيديو كيفية التقديم لمنحة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالتفاصيل من البداية وحتى النهاية، فدعونا نشوف خطوات التقديم. طبعا هذا رابط التقديم حطيناه لكم في الفيديو السابق، إن شاء الله بنحطه إن شاء الله أسفل الفيديو هذا في صندوق الوصف إن شاء الله. بندخل مباشرة على حول الدراسة في الجامعة. هذه الصفحة الخاصة بالدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، معنا عدة تبويبات: نبذة تعريفية، مميزات طالب المنحة، شروط القبول، الوثائق المطلوبة، طريقة تقديم وتقديم طلب القبول. ممكن تقرأوا هذا ولو استعرضناه سابقا. احنا بندخل الآن على تقديم تقديم طلب القبول. ظهرت معانا هذه الرسالة، انه تحذير من الجامعة انه لا توجد اي مكاتب او وكلاء في اي مكان في العالم لاستقبال طلبات الالتحاق بالدراسة في الجامعة، كما ان الجامعة لا تفرض اي رسوم مالية على الطلاب المتقدمين كرسوم تقديم. التالي: مرحبا بك اخي المتقدم للدراسه في الجامعه الاسلاميه للمدينه، فيما يلي استعرض الوثائق المطلوبه. طبعا قبل عمليه التقديم بيستعرضوا الوثائق وكذلك الشروط، احنا استعرضناهم في الفيديو السابق لذلك بنمشي عليهم سريع. الشروط المطلوبه والوثائق المطلوبه موضحه هنا، ممكن تقرأوها، وضحناها سابقا. استمرار، بنضغط استمرار مباشره. في معنا هنا عده شروط يجب ان يلتزم فيها طالب المنحه قبل التقديم على هذا المنحة. بنضغط على خيار اطلعت على الشروط والتنبيهات والتزم بها، هذا تعهد، يعتبر منك تعهد. تضغط موافق او غير موافق من اجل استمرار الطلب واستمرار التقديم، نضغط عليه ونحط موافق. بعدها تنبيه اخي المتقدم للجامعة، يجب ان تكون صورة الوثائق جاهزة التي سترفقها مع طلبك جاهزة الآن على شكل صور رقمية، حيث سيطلب منك النظام رفع تلك الصور بعد الانتهاء من تعبئة النموذج مباشرة. للمزيد حول طريقة التقديم شرحناه في الفيديو السابق، وإن شاء الله نحط لكم رابط يوضح ذلك. تقديم أكثر من طلب في الموسم الدراسي الواحد يؤدي إلى إلغاء جميع طلباتك آليا، لذلك يجب أن تقدم بشكل صحيح ولمرة واحدة. الآن بندخل الرمز المطلوب هنا، الرمز الظاهر 09920، ونضغط إرسال. الآن أنت تحتاج قبل الاستفادة من هذه الخدمة أن تسجل بريدك الإلكتروني لدينا، سوف نرسل لك رابط التفعيل إلى بريدك الإلكتروني. إذا الآن المطلوب إدخال الاسم باللغة العربية، الاسم باللغة العربية: علي محمد ثابت أحمد هيمن، علي عفوا علي محمد ثابت أحمد حيمد مثلا، كان الاسم بهذا الشكل. ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك. بندخل البريد الإلكتروني، يجب أن تكتب البريد الإلكتروني بشكل صحيح. تقديم، الآن بننتظر، بيقول لك هنا سيصل رابط التفعيل على البريد الإلكتروني التي تم نسخها وكتابتها في رسالة واردة من مكتب القبول في الجامعة الإسلامية. إذا لم تجد الرسالة في صندوق الوارد فابحث عنها في الصندوق العشوائي اللي هو الغير هامة، قد ربما يوصل لهناك. إذا لم يصل رابط التفعيل أعد المحاولة مرة أخرى وتأكد من صحة كتابة بريدك الإلكتروني. إذن الآن بنذهب إلى الإيميل.
بعد ذهابنا إلى الإيميل بنلاحظ أن الرسالة وصلت إلى صندوق الوارد. إذا لم تصل إلى صندوق الوارد ممكن تبحث عنها في رسائل غير مرغوب فيها أو العشوائي. أوكي، إذا الآن بندخل على الرابط اللي قامت بإرساله عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الإسلامية. لو نلاحظ الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الاس لتفعيل بريدك الإلكتروني لدينا، اضغط هنا. إذا يتم الضغط على، الآن أصبح البريد الإلكتروني جاهز، ظهرت الرسالة: الآن تم تفعيل بريدك الإلكتروني بنجاح، يمكنك تقديم طلبك الآن. إذا بندخل الآن على تقديم مباشرة، بندخل على تقديم. في معنا 7 صفحات للتقديم، 7 صفحات يجب تعبئة بياناتها. أول صفحة البيانات الشخصية. إذا الاسم باللغة الإنجليزية حسب جواز السفر. إذا الاسم باللغة الإنجليزية حسب جواز السفر، مثلا كان كما هو مكتوب الآن بهذا الشكل: علي محمد ثابت أحمد هيمد. الاسم باللغة العربية، إذا علي محمد ثابت أحمد حيمد. الجنس ذكر أو أنثى، بتحدد ذكر أم أنثى. الجنسية بتحدد الجنسية الخاصة بالمتقدم اللي هي جنسية المتقدم، جنسيتك طبيعي. مثلا نشوف اليمن، مثلا اليمن بنختار اليمن، مصر، السودان، الدول المتوفرة موجودة على القائمة هذه، ممكن تحط دولتك. رقم جواز السفر، مثلا لو أدخلنا رقم جواز السفر، هذا رقم جواز السفر مثلا. مكان الإصدار، مثلا بنحط يمن. يمن. تاريخ إصدار جواز السفر، بتحدد اليوم أو السنة والشهر واليوم. إذا لو كان الشهر أو اليوم عفوا في تاريخ 16 مثلا شهر 3 عام 2020 مثلا، هذا تاريخ الإصدار. مثلا تاريخ الانتهاء 16/3/2026 مثلا. تاريخ الميلاد مثلا 12/3/1993 مثلا. ويجب الانتباه لشرط العمر انه لا يتجاوز 25، اذا مثلا 1900 او 2001. 2001 مثلا. 2001. دولة الميلاد، في اي مكان ولدت، هل في نفس دولتك ولا في دولة اخرى، ضروري تحدد. اذا لو حددنا الان اليمن، مكان الميلاد من واقع شهادة الميلاد بتحط مثلا يمن، من واقع شهادة الميلاد باللغة العربية بتحط مثلا، إذا اليمن المنطقة التي يتبعها مكان الميلاد اللي هي المحافظة أو الإقليم. إذا ممكن نقول صنعاء، ممكن تكتبها عربي أو إنجليزي. مدينة الميلاد، أو في بعض المقاطعات مثلا مدينة صنعاء أو مدينة أخرى. مدينة صنعاء، هنا محافظة صنعاء، مدينة صنعاء، أو ممكن الإقليم أو الولاية أو المقاطعة في بعض الدول. جهة مدينة الميلاد بالنسبة للدولة، هل تكون في شرق البلاد أم غرب البلاد أم شمال البلاد أم وسط البلاد؟ ممكن نختار مثلا وسط البلاد أو شمال البلاد، طبيعي جدا حسب المنطقة. هل تقيم في دولتك؟ إذا كنت تقيم في دولتك نعم، وتنتظر حتى ينتهي التحميل. إذا كنت مقيم في دولة أخرى، إذا بنلاحظ الآن
إذا أنت مقيم في دولتك بتختار نعم، إذا مقيم في دولة أخرى بتختار لا. الدولة اللي ظهر خيار الآن بعد اختيار الدولة التي سيتم استقدامك عن طريقها في حال قبولك في الجامعة الإسلامية. إذا كان في سفارة سعودية في بلدك ممكن تحدد البلد، إذا كان ما فيش حدد أقرب نقطة أو أقرب دولة لبلدك من أجل أن يتم المقابلة أو تجهيز الفيزا الخاصة بالدراسة في هذه الدولة بحسب السفارات. فإذا كان في سفارة سعودية موجودة في بلدك حدد في بلدك، إذا كان في دولة أخرى ممكن تحدد الدولة اللي تريدها. إذا ما كانش موجود أي سفارة سعودية في بلدك، فمثلا اليمن مثلا لو في سفارة الآن بسبب الحرب ما في سفارة موجودة، مغلقة السفارة، فمثلا لو اخترنا لا على أساس أن أنا أريد دولة أخرى، الآن بيقول لك حدد الدولة المطلوبة. مثلا لو اخترنا عمان، نشوف عمان الآن، اخترنا عمان، انتظر حتى يتم التحميل بشكل صحيح ويظهر علم الدولة. إذا الآن عمان مسقط تحددت تلقائيا. هل أنت مسلم منذ الولادة؟ بتحدد نعم أو لا. إذا أسلمت بعد ولادتك، وهذا خاص طلاب من دول أخرى بعدين أشهروا إسلامهم، ممكن يختار لا. العرب بالفطرة يعني مسلمين، إحنا مسلمين بالفطرة، بتختار نعم استمرار. يرجى الانتظار، بننتظر حتى يتم التحميل. الآن بندخل على الصفحة الثانية لبيانات المؤهل العلمي، الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، اسم الطالب كما هو موجود في الشهادة الثانوية، بنكتب الإنجليزي، عفوا بهذا الشكل، كذلك العربي بنكتبه أحمد أو علي، عفوا علي محمد ثابت أحمد حيمد. تاريخ الحصول على الشهادة، السنة مثلا حصلت عليها في عام 2017 18، مثلا 2018 أو 2019 طبيعي. الأهم أنه لا تزيد الفترة منذ تخرجك من الثانوي إلى الآن إلى وقت التقديم عن 5 سنوات، يعني تقريبا 19 18 2019 2018 2017 2016 2015 مسموح، تقريبا مسموح. ما زاد ما قل عن 2015 غير مسموح لهم التقديم بحسب شرط العمر. اسم الدولة التي حصلت على الشهادة الثانوية منها، ممكن تحدد الدولة إذا كنت حاصل عليها من نفس دولتك، ممكن تحددها إذا كان من دولة أخرى، تحدد الدولة اللي حصلت عليها طبيعي. ممكن نختار مثلا اليمن. نوع الشهادة الثانوية، هل كانت من مدرسة حكومية، صادرة من مدرسة حكومية أم مدرسة أهلية؟ بنختار أهلي أو حكومي، وتنتظر حتى يتم إنهاء التحميل. إذا الآن حكومي، ما فيش داعي إنك تحدد اسم المدرسة، إذا كان أهلي ضروري انك تحدد اسم المدرسة، احنا بنختار الان حكومي مثلا. التقدير العام، هل كان ممتاز ام جيد جدا ام جيد ام مقبول ام ضعيف ام لا يوجد تقدير في الشهادة، مثلا لو اخترنا ممتاز استمرار. الان خلصنا الصفحة الثانية اللي هي بيانات المؤهل، ندخل الان على بيانات المعرفين. المعرفين هذا هي التزكية او التوصية، احد الوثائق المطلوبة توصيتين من شخصيتين إسلاميتين أو من مؤسسة إسلامية. الآن التعريف مقدم، اللي هو التوصية والتزكية مقدمة من مؤسسة إسلامية أم من شخصية إسلامية. مثلا لو اخترنا مؤسسة إسلامية، معلومات عن المؤسسة الإسلامية المانحة للتعريف، ممكن نكتب مثلا وزارة الأوقاف، مثلا معلومات عن المعرف، هنا اكتب اللقب العلمي للمعرف، هذا إذا كان شخصية تكتب
الدكتور، لكن إذا كانت مؤسسة بتكتب اسم المؤسسة، مثلا نكتب وزارة الأوقات. هنا أكتب اسم المعرف مجردا عن الألقاب العلمية، مثلا هنا لو كان الدكتور كذا 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 ممكن تكتبها هنا بدون الدكتور أو بدون الشيخ، اكتب الاسم فقط. ممكن هنا اكتب وظيفة المعرف إن كان داعية أو معلما، بتكتب إيش وظيفته، شيخ ديني، معلم، مزارع أو غيره، يعني بتكتب معلومات عن المعرف الثاني. هنا اكتب الاسم اللقب العلمي للمعرف، مثلا الدكتور أو الشيخ أو كذا. ممكن هنا نقول وزارة، وهنا نكتب الأوقاف. بعدين بتكتب الاسم. إذا مثلا لو كان شخصية إسلامية، المعرف الثاني، بنكتب هنا الشيخ، وهنا نكتب مثلا اسم الشيخ، مثلا علي أحمد، أو نكتب محمد، الشيخ محمد صالح، اسم عشوائي. أنا بحط الآن اسم عشوائي لنوضح لكم كيفية التقديم. هنا أكتب وظيفة المعرف إن كان داعية، بنكتب إيش وظيفته، مثلا خطيب جامع أو وكيل وزارة الأوقاف أو بحسب وزارة الأوقاف. الآن خلصنا هذه، ممكن أضغط استمرار للانتقال إلى الصفحة الرابعة. الصفحة الرابعة اللي البيانات الاجتماعية والصحية. الحالة الاجتماعية، إذا كنت أعزب بتختار الخيار الأول، إذا كنت متزوج بتختار الخيار الثاني. هل تعاني من مرض مزمن؟ طبعا أحد الشروط أنه يكون المتقدم صحته جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة، وضروري تقرير طبي يعده المتقدم ويقدمه من ضمن الوثائق. إذا بنختار لا. هل تعاني من إعاقة؟ لا. استمرار. ندخل الآن على الصفحة الخامسة، اللي حفظ القرآن الكريم والتحدث بالعربية. حفظ القرآن الكريم يلزم إرفاق ما يثبت الحفظ مع المستندات المطلوبة. هل أنت حافظ القرآن كامل أم حافظ الخيار الأول، حافظه بأكثر من رواية، أم حافظ القرآن كاملا برواية واحدة، أم أحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم، أم أحفظ قصار السور؟ مثلا لو أنت تحفظ القرآن الكريم بعدة روايات، بتختار الخيار الأول أو الثاني أو الثالث، بتشوف حسب حالتك. لو اخترنا أحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم فقط، هل تتحدث باللغة العربية؟ نعم أم لا؟ تختار بحسب حالتك. اللغات التي تجيدها، مثلا إذا لديك اللغة الأم هي اللغة العربية، إذا لديك لغات أخرى ممكن تحددها هنا. مثلا لو بتتحدث الإنجليزية قليل، ممكن تحدد الإنجليزية، أو أي مثلا الأسبانية إذا كان لديك أكثر من لغة، أو تتركهن بدون تحديد إذا لم يكن لديك إلا اللغة العربية. استمرار. بننتقل للصفحة السادسة. عفوا، في معانا هنا خيار اللي هو حدد عدد الأجزاء التي تحفظها. بسبب إن أنا اخترت أحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم، مثلا لو اخترت الجزء 29 أو الجزء 30 أو عدد الأجزاء، ممكن مثلا لو اخترت مثلا 7 أجزاء، حافظ 7 أجزاء. هل تتحدث باللغة العربية؟ تكلمنا عنها. هل مستوى التحدث باللغة العربية جيد؟ وبعدين بتحدث